عندما دخل حزب الله المعركة مع إسرائيل في 8 أكتوبر وبدأ باستهداف أجهزة الرصد والاتصال الإسرائيلية، كان يرغب في إعماء عيون إسرائيل كما قال حينها، لكن إسرائيل كانت قد تعمدت زرع عيون وآذان عبر تقنيات كثيرة لا تقتصر على أجهزة وأعمدة اتصال. فقدرة الرصد والتتبع الإسرائيلية متقدمة إلى حد يجعلها تسيطر من الفضاء إلى الأرض وما بينهما، إلى حد يجعل هامش الخطأ في استهدافاتها يقارب الصفر. فبعد أن عطل الحزب قسما من قطاع الرصد الهوائي، أطلت المسيرات المسلحة التي ترصد حركة مقاتلي الحزب عبر هواتفهم ولا تتوانى عن قصفهم لحظة التأكد من هويتهم. اليوم إسرائيل مسيطرة على الفضاء، يعني كل شيء ساتليت واتصالات عبر الساتليت وكذا، ومسيطرة على الجو من الصور الفضائية اللي بتعطيها درونات، ومسيطرة على الجو بالدفاع، يعني بشكل انه الدرون هي اللي صارت حربية، صارت مسلحة. أجهزة إسرائيل وتقنياتها وبرامجها نجحت في تتبع البصمة الصوتية لمقاتلي حزب الله حتى عبر هواتف عائلاتهم أو جيرانهم. وقد لا يصبح مستغربا أن سيارة تخلو من الهواتف المحمولة مدار شبهة حسب معطيات الأسابيع الأخيرة. عم بتعتمد عملية الرصد على البصمة الصوتية. البصمة الصوتية هي شبيهة بشكل كامل لبصمة الإيد، بصمة الأصبع، بصمة العين الرتينا، وبصمة الوجه، أي ما يعرف البيومتريك سيجنتشر. هالبصمة هيدي البيومترية بتحدد هذا الشخص، وبتأكد اليوم ضمن الذكاء الاصطناعي بيعطي كونفيرميشن لنسبة معينة توصل لل 95% انه هو الشخص المطلوب، وبتبلش عملية الرصد من هون عن طريق الدرونز، ساتلايتس، الكاميرات اللي موجودة، كاميرات الأشخاص المدنية اللي موجودة على أبواب المحلات وأبواب البيوت وغيرها، ببلش عملية الرصد وبتنتهي بعملية أو محاولة اغتيال أو بعملية اغتيال. ضخمة كانت فاتورة الحزب البشرية في معركة تبدو التكنولوجيا أهم أسلحتها، فهذه الحرب ليست تقليدية، هي حرب تخاض حتى اللحظة بالأمن وليس بالعسكر، أو على الأقل من الجانب الإسرائيلي. الرصد الإسرائيلي والتنصت والتتبع لا تقتصر على جنوب لبنان، بيروت ليست بعيدة عن هذا الرصد، واغتيال العروري وعدد من رفاقه في ضاحيتها الجنوبية أوضح تأكيد على ذلك. فالمصادر العسكرية تقول هنا إن الاستهداف حصل لحظة التأكد من وجود المستهدفين في الشقة المرصودة، وذلك عبر هواتفهم الخلوية. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.